مشاهدينا من جديد. برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، والذي كان تحت عنوان مكافحة الفساد مسؤولية الجميع. وطبعا مشاهدينا كالعادة التفاصيل مع زميلنا نايف الركف في التقرير التالي. برعاية ملكية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أقامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة مؤتمرا دوليا في العاصمة الرياض بعنوان مكافحة الفساد مسؤولية الجميع. شهد المؤتمر الذي استمر يومين مشاركة أبرز المتخصصين على مستوى المملكة والعالم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد. ناقش المؤتمر محاور تتعلق بالأجهزة العدلية والرقابية ودورها في المجتمع، إلى جانب أهمية مؤسسات المجتمع المدني والإعلام ودورهم في تعزيز قيم النزاهة. مشاهدينا المزيد من التفاصيل حول المؤتمر معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد بن منصور بن لؤي، مدير إدارة الندوات والمؤتمرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. مساء الخير أستاذ محمد، وحياك سيدتي. أهلين وسهلين، مساء الخير أستاذ رنيم. أهلا بحضرتك. وبداية يعني مثل ما طبعا ذكرنا من شوي، اختارت نزاهة عنوان المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، هو العنوان مكافحة الفساد مسؤولية الجميع. لماذا هذا العنوان تحديدا؟ بداية أمسي على مشاهدينك بالخير. وتبنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة هذا المؤتمر الدولي بعنوان المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد مكافحة الفساد مسؤولية الجميع. وإيمانا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة بأن واجب مكافحة الفساد هو على الجميع، كل مكونات المجتمع هم شركاء في مكافحة الفساد، الأجهزة الحكومية، الأجهزة القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، الأسرة، التعليم، مرورا بالخطباء، بالأئمة، برجال الصحافة، رجال الإعلام، كل مكونات المجتمع هم شركاء في مكافحة الفساد. صحيح. طيب أستاذ محمد، طبعا أكيد مثل ما يعني ذكرنا المؤتمر كان برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمؤتمر، يعني هذه الرعاية أكيد تعطيكم قوة، لكن أيضا ماذا تمثل لكم؟ تمثل لنا هذه الرعاية الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وللحضور جميعا وللحضور أيضا والمشاركين في أعمال المؤتمر من خارج المملكة، بأن القيادة العليا لهذه الدولة المباركة جادة وقوية في مكافحة الفساد. مشاركة أو رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر وحضور صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، هذه المشاركة تأتي بعد كلمة إضافية من خادم الحرمين الشريفين وجهها لأبنائه المواطنين والمواطنات قبل أسبوع، والتي أكد في هذه الكلمة على أنه وجه الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين ومراجعة الأنظمة لأجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. فهذا المؤتمر تجسيدا للأهمية الكبرى لدن يعني قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في مكافحة الفساد، وبعد كلمته الضافية التي كانت قبل أسبوعين. أكيد. أيضا رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر تؤكد للعالم أجمع بأن الدولة تهتم بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية داخل أجهزة الدولة وكذلك القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة. نعم. أيضاً أستاذ محمد، نتساءل طبعاً بصراحة أين نصنف نفسنا يعني على الصعيد الدولي أو المحلي حتى في مكافحة الفساد؟ نحن نصنف أنفسنا يعني تصنيفاً كبيراً قوياً مرتفعاً في أن الدولة جادة في مكافحة الفساد. الدولة أيدها الله تسعى وتبذل الجهود الكبيرة لأجل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، ولا أدل من هذا على إنشاء هيئة مستقلة
لها طابعها الخاص ترتبط بالملك مباشرة، وليس لأحد يتدخل في شؤون عملها ولا يقتصر عملها على جهة معينة، وإنما أنها تبذل الجهود في مكافحة الفساد في كل مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، وتحاسب كل مسؤول مهما كان موقعه وعمله. فالدولة متقدمة والدولة تسعى جادة في مكافحة الفساد للانحساره ولتعزيز الشفافية والنزاهة في المجتمع. والدليل على هذا الكلام أن المملكة حققت مراكز متقدمة في مؤشر مدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية العالمية. في عام 2014 تقدمت المملكة 8 مراكز، أصبحت ترتيب المملكة الترتيب الثالث على مستوى العالم، وأصبحت ترتيب المملكة على مستوى العربي الثالث، وعلى المستوى الدولي 55. صحيح، كان في السابق 63. نعم، لكن اسمح لي أستاذ محمد، سؤالي الأخير، يعني كيف أو ما الآليات التي استخدمت ما شاء الله لكي نتقدم بهذا الشكل على المستوى المحلي أو الدولي؟ لأن طبعا تقدم ملحوظ، الآلية أو الطريقة التي اتبعتوها؟ الآلية أولا أصبحت الأجهزة توضح وتبرز أولا ما تقوم فيه من أعمال وما تطلبه من المستفيدين من الخدمة من متطلبات لتقديم أي خدمة من الخدمات. ثانيا تنوع الأجهزة المختصة في مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، الأجهزة الرقابية المختلفة التي تكافح الفساد. ثالثا تعزيز وتطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد، تطويرها وسد الثغرات التي تلج من خلالها يمكن أن يلج من خلالها الفساد. أيضا مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في المملكة عامل مهم وكبير في مكافحة الفساد وفي تقدم المملكة في هذا المجال. لدينا منظمات كثيرة ذات النفع العام التي تساهم في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية. لدينا مؤسسة سعف القدوة الحسنة، لدينا مؤسسات المهنية كالمراجعة الداخلية وكهيئات المهندسين والمحاسبين وغيرها من الهيئات التي تعنى بما يتعلق بجانب تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. أكيد أيضا طبعاً. من الأشياء التي حققت بها المملكة تقدما هو مشاركة المؤسسات الإعلامية في تعزيز النزاهة من جانب، وفي مكافحة الفساد وتسليط الضوء على مظاهره وأساليبه في الشفافية في الإعلام والطرح الذي يتبناه الإعلام الهادف البناء الذي من خلاله يبرز مكامن الفساد، وبالتالي ينحسر الفساد إذا أصبح الضوء مسلطا عليه. وقبل تسليط الضوء على مكافحة الفساد الحقيقة يشكر أيضا للإعلام ولمؤسساته المختلفة جهوده في تعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية والمحافظة على المال العام وتعزيز المواطنة في نفوس الجميع. أكيد طبعا هذا واجب أكيد كل مواطن من المواطنين وكل مسؤول أكيد. الأستاذ محمد بن منصور بن لؤي، مدير إدارة الندوات والمؤتمرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شكرا جزيلا على مشاركتك. ومشاهدينا طبعا مستمرين في سيدتي، لكن بعد الفاصل. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، قصص نجاح رائدة الأعمال في حاضنة الأعمال، مشروعي